ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ويا ريت ما ننساش الشير واللايك، وكمان دوس على زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات لاخبار المشاهير ان شاء الله. خبرنا النهارده خبر جميل جدا وسعيد، وهو فوز الجزائريه الملاكمه الجزائريه ايمان خليف بالميداليه الذهبيه، وده كان دعواتنا كلنا ان هي تفوز، والحمد لله فازت. الف 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 مبروك، الجزائر كلها فرحانه جدا جدا جدا، واحتفالات كبيره جدا، تستاهل كل خير. تنمروا عليها واتكلموا عليها باسلوب غير لائق، وهي ما ردتش وكانت خير الصامتين، ولكن كانت بتعمل بكل جد واجتهاد وحصلت على الميداليه الذهبيه. الف مبروك لإيمان خليف، وهي ضربت مثال رائع جدا 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 للست العربية والجزائرية الأصيلة، يعني صاحبة الإرادة والإصرار، وحاجة بجد مشرفة جدا جدا جدا. ألف مبروك، السلام عليكم.